النهارده كل هدفنا من في الفتره القادمه ومع اعاده تشكيل الحكومه المصريه هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصوره اكبر، تبسيط وتيسير الاجراءات. ويمكن اخي العزيز ماجد القصبي يعني بحكم طبعا يعني حبه لمصر وشغفه لمصر دايما بيقول يعني انتوا كنتوا بلد البيروقراطيه يعني ونقلتوها للمملكه في فترة ما، وقلت له والله احنا كمان كنا مصدومين لان احنا برضه خدناها من الاستعمار البريطاني وقت ما كان موجود في مصر لمدة اكثر من 70 عام، فاحنا يعني الموضوع دخل علينا واحنا يعني غصب عننا يمكن اذا كان، ونعتذر اذا كنا نظرنا لكم في وقت من الاوقات. ولكن هدفنا كان الحقيقة المرة دي ان احنا نشتغل ان احنا نتخطى الاجراءات البيروقراطية من خلال الاصلاحات الشرعيه اللي خدناها على قانون الاستثمار وعلى عديد من الحوافز والاعفاءات اللي احنا اطلقناها لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات.